مرحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن هكون معاك النهارده انا وزميلي كريم احمد من داخل ملعب صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان ننقل لكم كل الامور والاجواء قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم، مباراه الاهلي وسبورتنج في الجوله 13 من بطوله دوري السوبر للرجال. يا كريم طبعا برحب بك في البدايه، وان شاء الله النهارده وشك يكون حلو طبعا على فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. اهلا بيك يا ساره، طبعا برحب بيك وبرحب بالكابتن الكبير كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. بالتاكيد طبعا يا كابتن هيثم، زي ما زميلتي سالي قالت، مباراه مهمه وتحدي جديد النهارده لرجال كره السله بالنادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه. سبورتنج واحد من الفرق المميزه جدا، لكن كالعاده يا كابتن هيثم بقى من خلالك ومن خلال السله ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي اخبار عديده نطمن بيها كل الجمهور النهارده. يا سلام كل الاخبار معاكي بيه، نبدا النهارده بايه بالنسبه لمباراه اليوم الاهلي وسبورتنج؟ يمكن خليني اقول لك طبعا زميلي كريم والكابتن هيثم ولكل جماهير النادي الاهلي اخر تطورات المصابين والغيابات الموجوده في فريق النادي الاهلي لمباراه اليوم. يمكن خليني اقول لك ان كابتن احمد سلعاوي وكابتن محمد مصطفى مودي هيكونوا متواجدين النهارده في قائمه المباراه، ولكن مش هيشاركوا طبعا بنسبه يعني كبيره، او لو هيشاركوا هيشاركوا يعني بفتره قصيره زي ما بيشاركوا في التدريبات الجماعيه كمان بفتره قصيره، لان ما زال بيعانوا من اصابه طبعا بسيطه. كلنا عارفين يمكن محمد مصطفى مودي بيعاني من التواء في الكاحل طبعا في التمرين اللي قبل مباراه سموحه الماضيه، ولكن هيكونوا متواجدين النهارده في مباراه اليوم. يمكن مباراه اليوم كمان يا كريم هتكون ان شاء الله حافز كبير ليهم عشان يكونوا متواجدين مع الفريق في مباراه طبعا الاتحاد السكندري، المباراه الاخيره اللي هتكون في الدور الثاني من بطوله الدوري يوم الجمعه الجايه في طبعا مدينه الاسكندريه. يعني مباراه اليوم كمان هتكون طبعا صعبه لكل لاعبي النادي الاهلي، طبعا كلنا عارفين مباراه سبورتنج المباراه الاخيره اللي جمعت ما بين الاهلي وسبورتنج في الدور الاول من بطوله الدوري. يمكن نادي سبورتنج تفوق على النادي الاهلي، ولكن النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يتفوق على نادي سبورتنج والمباراه تكون من نصيب النادي الاهلي، وده يدي حافز طبعا للنادي الاهلي قبل مباراه الاتحاد السكندري. بالتاكيد يا سلام، يمكن زي ما انت بتقولي مباراه تحدي كبير ومباراه صعبه جدا، ممكن زي ما سلا اكدت عوده اكتر من عنصر يا كابتن هيثم الفتره اللي فاتت يمكن يعني بيضيف شيء كبير جدا. يمكن سلعاوي ومحمد مصطفى مودي مش هيشاركوا، لكن قوه واضح ان الفتره اللي جايه ان شاء الله يسلا كمان ممكن يكون ليهم دور في مباراه الاتحاد السكندري، مباراه مهمه. يمكن كمان على الجانب الاخر انت عارف الرغبه موجوده اكيد عند نادي سبورتنج، وايضا كمان عندهم رغبه كبيره ان هم يكونوا متواجدين بكل قوه. ويمكن يسلا كمان التعثر الاخير بيدي ضغط شويه على الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي النهارده تكون موفقه بشكل كبير جدا، ويكونوا ان شاء الله باذن الله على قدر المسؤوليه ويقدروا ان هم يحققوا نقاط هتساعدنا بشكل كبير قبل مباراه الاتحاد السكندري. لكن يسلا كمان يمكن نقطه مهمه ممكن هتتكلمي معايا فيها، واكيد الكابتن هيثم على هذا الامر ويمكن اثار هذا الكلام الكابتن هيثم السعيد، ويمكن هي النقطه الخاصه بالاتجاه اللي احنا شفناه ان ممكن يكون في الغاء البطوله مع الحسبه الكبيره اللي بنعذر اكيد فيها الاتحاد المصري لكره السله. بطوله الفتره اللي جايه عند نادي الزمالك عنده بطوله افريقيا هيسافر بشكل كبير، ده هياثر واحنا داخلين في فورمه المباريات. شايف الامر ده ازاي؟ واكيد الكابتن هيثم اثار هذا الموضوع بشكل كبير جدا يا سلام. اكيد يا كريم النقطه اللي بتتكلم فيها دي نقطه مهمه جدا، وطبعا الناس النقطه دي يمكن اتكلم فيها كابتن هيثم في الاستوديو، انه طبعا يعني توقف او الغاء بطوله دوري ده ممكن ياثر على مستوى الفني للاعيبه النادي الاهلي وادائهم. يمكن شايفين لاعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره من الجوله الثامنه للجوله ال 12 في الدور الثاني من بطوله دوري سوبر للرجال، شايفين لاعيبه النادي الاهلي يمكن بيادوا احسن من كل مباراه الجوله الثامنه للجوله ال 12، الاداء بيتطور طبعا مع رجوع المصابين لقائمه الفريق. فطبعا بتمنى انه الاتحاد المصري لكره السله يشوف حل للموضوع ده، يعني حل انه ما ياثرش طبعا على لاعبي النادي الاهلي والجهاز بالتأكيد. الفني بالتاكيد ان شاء الله. بالتاكيد طبعا اكيد بنتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. عندنا بقى بناخدها خطوه خطوه زي ما انت سالي وكابتن هيثم، عندنا مباراه مهمه النهارده سبورتنج ثم مباراه الاتحاد، لكن يا رب ان شاء الله النهارده يكون كمان الكابتن اشرف توفيق قدر ان هو ان شاء الله يستطيع ان هو يكون قياده فنيه من خارج الخطوط جيده جدا. لاعبتنا كمان النهارده يا سالي ان شاء الله تكون مركزه بشكل كبير في عناصر مميزه جدا في فريق سبورتنج، محتاجه شغل فني كبير جدا، لكن ان شاء الله كابتن هيثم باذن الله ثقتنا كبيره في اللاعبين والجهاز الفني الاهلي بمرحله بنأكد عليها كل مره، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للي النادي الاهلي. مستمرين معاك بالتاكيد يا كابتن هيثم ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، كل الكواليس الخاصه والاخبار بمباراه الاهلي وسبورتنج، ومستمرين معاك ان شاء الله يا كابتن هيثم حتى نهايه المباراه. عوده ليك من جديد كابتن هيثم السعيد. كريم احمد وسلا حامد بشكركم شكرا جزيلا.